السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. مختبر التقنيات الجديدة وعروض لمدة أسبوع على التحاليل اللي بنذكرها لكم في السنابات القادمة. فرعهم وين؟ فرعهم موجود في طريق الملك فهد مباشرة قبل برج المملكة، وانت باتجاه الشمال بكيلو تدخل مع هالدخلة يوصلكم مباشرة. اكتب في جوجل ماب مختبر التقنيات الجديدة بيوصلكم مباشرة. التحاليل الطبية والأسعار والتفاصيل في السنابات القادمة. هذا ما شاء الله المختبر من الداخل، تعرفون أن أسعار التحاليل مرتفعة اليوم، ما في هالكلام في مختبر التقنيات الجديدة. أحدث الأجهزة، أغلب التحاليل تطلع في نفس اليوم أو 24 ساعة، أسعار خصصت لكم ولفترة محدودة، لذلك اسمعوا الأسعار والباقات اللي عندهم واكتبوا في جوجل ماب مختبر التقنيات الجديدة وتعالوا استفيدوا من هالأسعار اللي بتكون في السنابات القادمة. نصيحة محب قبل ما أبدأ أصور لكم الباقات، الصحة أهم شيء، لذلك نصيحة محب في السنة لو مرة أو مرتين سو تحاليل عندك، ما تدري وش الفيتامينات الزايدة عندك وش الشيء الناقص، فصحتك هي أهم شيء في هالحياة، لا تسترخص، قيمة التحليل على نفسك وتشوف النتيجة. وأيضا إذا تبي تستفيد من هالأسعار في هالباقات في مختبر التقنيات الجديدة وبعد أيضا ما تطلع النتيجة، تقدر فيه طبيب مختص يعطيك النتيجة هو بشكل كامل ويشرح لك الأسعار التحاليل والباقات أجل في السنابات القادمة بإذن الله. أول الباقات والأسعار اللي عندهم، هذه الباقة مدتها أسبوع فقط، باقة تحليل خاصة لمرضى السكري، أسأل الله أن يشفيهم يا رب العالمين. هالتحاليل من السكر التراكمي، سكر الصائم، وفيتامين B12، والكوليسترول النافع، الكوليسترول العام، والكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية. كل هالتحاليل ب100 ريال فقط، مدة أسبوع في فرعهم اللي هو فرع مختبرات أو مختبر التقنيات الجديدة. شوفوا عندكم هنا تحليل فيتامين دال ب75 ريال، أيضا B12 ب75 ريال، أيضا هنا حمض الفوليك فيتامين B9 ب75 ريال، أيضا عندكم هنا الزنك ب75 ريال فقط. طيب عندكم اللي بياخذ مجموعة فيتامينات تحاليل الفيتامينات من B12 ودال والنحاس الزنك مخزون الحديد والB9، الباكج أو الباقة كاملة ب350 ريال، أو تأخذ التحليل اللي تحتاجه ب75 ريال فقط. ثم عرض على تحاليل الدهون، الكوليسترول العام، النافع، الضار، المنخفض الكثافة الثلاثي، دهون ثلاثية، ونسبة الكوليسترول النافع إلى الضار. هالست تحاليل فقط ب50 ريال يا جماعة. هنا باكج تحليل هرمونات الغدة الدرقية TSH والFT4 والFT3 فقط ب150 ريال يا جماعة. ثم هنا باقة تحاليل ما قبل الزواج، الباقة ب450 ريال فقط والنتيجة خلال 24 ساعة. كم باقة تحاليل ما قبل الزواج ب450 ريال والنتيجة خلال 24 ساعة، وزي ما نلاحظ نشوف معتمدين من وزارة الصحة. هنا برنامج التحاليل الشامل في هاللوحة، وش فكرتها؟ عندكم هنا باقة اطمئنان واحد، كل هالتحاليل اللي تشوفونها سعر 250 ريال، أيضا عندكم باقة اطمئنان اثنين، كل هالتحاليل اللي تشوفونها ب500 ريال، أيضا اطمئنان ثلاثة، كل هالتحاليل اللي تشوفونها ب750 ريال، اطمئنان أربعة، كل التحاليل اللي تشوفونها ب1000 ريال. طيب حاطي لك هنا خيار، تقدر تختار التحليل اللي تحتاج، مثلا أحتاج التحليل هذا والتحليل هذا والتحليل هذا، وكل سعر له سعره مباشرة، يعني تقدر تاخذ الباقة، من محتاج الباقة تقدر تاخذ كل واحد لحاله. أيضا إذا أخذت الباقة اطمئنان أربعة كل التحاليل هذه ب1000، تبيهم يجونك إلى البيت يسوي لك التحاليل مجانا مع هالباقة، أو تجي المختبر وتستخدم الباقات. الله يوفقنا وياكم. عندكم هنا تحاليل برنامج تساقط الشعر، مخزون الحديد وفيتامين دال وفيتامين B12، هرمون الغدة الدرقية TSH، فقر الدم والB9 وهرمون الذكورة والزنك والنحاس، كل هالتحاليل ب350 ريال. باقات المتكممين، عندكم برنامج اطمئنان تكميم، صورة مركبات الدم، وظائف الكلى، وظائف الكبد، فيتامين دال، مخزون الحديد، المغنيسيوم، الفسفور، الكالسيوم في الدم، الحديد في الدم، فيتامين B12 وB9، سعر هالبرنامج ب299. أيضا عندهم برنامج تكميم بلس، صورة المركبات الدم ونفس الأمور الثانية بالإضافة للزنك وهرمون الذكورة والغدة الدرقية والسكر التراكمي وملف الدهون
وهالبرنامج ب 399 ريال فقط. تحاليل الروكتان، تحاليل متابعة الروكتان ب 75 ريال فقط. أيضا هنا تحاليل الروكتان، 3 تحاليل كبد، أيضا الكلى 3 تحاليل، وتحليل للدهون والسكر والسي بي سي ب 125 ريال. الزيارة المنزلية متوفرة عندهم في مدينة الرياض، يجون لبيتك أو مقر عملك. إذا بتسوي خدمات عندك أو تحاليل للبيت عندك أنت، أخوانك، الوالد، الوالدة، منكم عدة أشخاص، إذا كانت رسوم الخدمات أكثر من 1000 ريال ترى يجونكم مجانا، يعني ما يأخذون رسوم على الخدمة أو خدمة الزيارة المنزلية. إذا كانت مبلغ الرسوم اللي عندكم من 300 إلى 1000 ريال، رسوم الخدمة خدمة المنازل 100 ريال، إذا كانت أقل من 300 ريال قيمة الخدمة 200 ريال فقط. والتفاصيل الكاملة في التصميم القادم. Thank you.